بسم الله الرحمن الرحيم. ده نموذج لمراقبة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والتحكم في تشغيل 4 ريليهات من خلال شبكة الإنترنت باستخدام جهاز الموبايل أو اللابتوب. النموذج بيعتمد في تشغيله على بوردة نود MCU واللي بتحتوي على شريحة ESP8266. بتميز النموذج بميزتين. الميزة الأولانية هي مفتاح SSID، وده من خلاله بقدر أحدد اسم الشبكة والباسورد اللي من خلالها هيتم الاتصال بالإنترنت. بمجرد الضغط على المفتاح بيتم تحويل النموذج إلى أكسس بوينت. بتظهر عندي مع شبكات الواي فاي المتاحة عندي على الموبايل أو اللابتوب باسم واي فاي AB. أول ما بعمل كونكت على الشبكة بفتح البراوزر واكتب في IP 10.0.0.10. بيفتح لي ويب بيج من خلالها بقدر ادخل اسم شبكة الواي فاي والباسورد اللي من خلالها اقدر اتصل بالانترنت. بمجرد ما ادخل البيانات واضغط على البتون سيف بيتم انهاء عمل الاكسس بوينت وبيرجع النموذج تاني في مود ستيشن. بيتم الاتصال بالانترنت من خلال البيانات اللي انا دخلتها، وبيقوم النموذج بالاتصال بالسيرفر وبلوتس. من خلال الاكونت اللي انا عامله على السيرفر اقدر اراقب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة واتحكم في تشغيل الريليهات. الميزة التانية في النموذج هو الليد المنور قدامنا ده. طول ما الليد دوت بيطفي وينور ده دليل على ان الدايرة شغالة، الكود شغال وفي اتصال ما بين الدايرة والسيرفر ومفيش تهنيج في الكود. اول ما الاقي الليد دوت يبطل يطفي وينور معنى كده ان في احتمال يكون في قطع اتصال ما بين الدايرة والسيرفر. الدايرة بتقوم باعادة الاتصال مرة اخرى مع السيرفر لغاية ما يتم الاتصال. بعد كده الاقي الليد يرجع تاني يطفو وينور. دلوقتي احنا هنشغل الفيديو ونشوف التشغيل عملي للدايرة. المؤشر الاولاني بتاع درجة الحرارة، المؤشر التاني بتاع نسبة الرطوبة، البطن الاولاني بيشغل لي اول ريلي. زي ما احنا شايفين اللمبة نورت، البطن التاني شغل لي ريلي التاني. ألاحظ ان الليد عمال يطفي وينور. البطن التالت شغل لي ريلي التالت، والبطن الأخير شغل لي ريلي الرابع. أقدر أطفيهم مرة تانية. الخطوة الجاية اللي هعملها ان انا هغير اعدادات شبكة الواي فاي اللي هخش من خلالها على الانترنت. وهدوس على البطن، بعد كده هخش على اعدادات موبايل عشان اختار الشبكة اللي هتظهر لي من خلال الاكسس بوينت بتاعت الدايرة اللي هي واي فاي AB. بمجرد ما ادوس على البطن الليد هيفضل منور لغاية ما يتحول لستيشن مود. بعد كده اخش على اعدادات الموبايل هلاقي في عندي شبكة ظهرت اسمها واي فاي AB. الشبكة ديت هي الخاصة بالاكسس بوينت الموجودة عندي على النموذج، هعمل اتصال عليها. عمل اتصال والدايرة خدت IP. بعد كده اخش على البراوزر واكتب 10.0.0.10 وابدا ادخل اسم الشبكه اللي انا هخش من عليها على الانترنت والباسورد بتاعتها. بعد كده بقول له سيف. بعد كده الاقي الاكسس بوينت تتلغي وتحول النموذج الى ستيشن مود. كده تحول لستيشن. بمجرد ما بيرجع النموذج تاني الستيشن مود الشبكة اللي احنا كنا دخلنا عليها بتاعة الواي فاي AB بتتلغى، وبيرجع الموبايل يتصل تاني على الانترنت من خلال الشبكة اللي كان عليها قبل كده. بيرجع النموذج يعيد تشغيل نفسه مرة تانية وبتصل بالإنترنت باستخدام الشبكة الجديدة اللي احنا دخلنا بياناتها.
زي ما هنشوف في الفيديو. هلاقي اللمبة رجعت تطفي وتنور تاني، وأقدر أتصل بالسيرفر.